مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقه جديده من العاشره مساء، حلقه يوم الجمعه، ايام قليله للغايه تفصلنا عن الاستحقاق الرئاسي الخاص بانتخاب رئيس جديد للبلاد، ايام قليله للغايه وتعلن اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه رسميا الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد وفقا لكافه المؤشرات التي ظهرت حتى الان والخاصه بهذه الانتخابات الرئاسيه. لكن خلينا أقول لحضراتكم أن هناك من ينتظر الخطاب الأول للمشير عبد الفتاح السيسي باهتمام بالغ، هناك من يرى أنه من الصواب أن يكون في هذا الخطاب توجيه الشكر والتحية لمنافسه حمدين صباحي الذي خاض هذا السباق حتى آخر لحظة ولم ينسحب. الكثيرون في هذا الوطن يعتبرون أن حمدين صباحي قدم نموذجا مشرفا للمنافسة في هذه الانتخابات وينتظرون من المشير عبد الفتاح السيسي الرئيس توجيه التحية له. هناك أيضا من يدعو الجميع، يدعو حمدين صباحي ومؤيديه أن يعملوا معا حتى وإن شكلوا جبهة للمعارضة، ولكن لابد أن يعمل النظام والمعارضة في إطار من لم الشمل حتى نكون قد تعلمنا الدرس جيدا من انتخابات الرئاسة اللي فاتت. في حالة من الجدل الشديد أثرتها تصريحات حمدين صباحي بالأمس، لكن خلونا نقرأ التصريحات بشكل مجمل. يعني حمدين صباحي حينما تحدث عن أن هناك تجاوزات شهدتها العملية الانتخابية، بأن هناك عدد من مندوبيه تعرض للاعتداء، عندما تحدث على أنه لم تكن هناك تكافؤ في وسائل الإعلام في الفرص المتاحة له في مقابل منافسه المشير عبد الفتاح السيسي، هذا أمر طبيعي للغاية. لكن إنه كمان تحدث على أنه يحترم إرادة المصريين، سيشكل ويحافظ على التيار السياسي الذي يرأسه، وهذه تصريحات إيجابية للغاية. خلونا نتكلم بصراحة، هناك حالة من الشحن الشديد في نفوس الخاسر عادة في أي حملة، وهذه النفوس هي شباب موجود في حملة حمدين صباح. على الجميع أن يعد درس جيدا، نحن نسعى جميعا في هذا التوقيت أن نعمل معا، هذا هو الدرس المستفاد من الانتخابات الرئاسية الماضية، هذا هو أمل عدد كبير جدا من المصريين. لكن لازم كمان نقدم التحية لكل من خاض هذا السباق بشرف، للشباب المتميز والكفء اللي موجود في حملة حمدين صباحي. عندنا نماذج الحقيقة لما الواحد بيسمعها بيبقى سعيد جدا، حتى لو كانت هذه النماذج في المعارضة هذا ليس عيبا، بس أتمنى أن هذه النماذج المشرفة تبقى موجودة في البرلمان القادم. البرلمان القادم ده أعنف انتخابات هتشهدها مصر هي كل انتخابات البرلمانية القادمة، لأن هذا هو البرلمان الأهم في تاريخ مصر كلها، هذا هو البرلمان الذي سيقاسم الرئيس السلطة، وبالتالي الأذهان أيضا والأنظار أيضا تتجه إلى الانتخابات البرلمانية القادمة. ما ننساش أبدا نوجه التحية والشكر للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لقضاة مصر الأجلاء اللي أشرفوا على هذا الحدث واللي عملوا مجهود كبير جدا. تحية كبيرة جدا لأجهزة الأمن المصرية سواء في الداخلية المصرية أو في القوات المسلحة التي أنجزت المهمة والحمد لله، رغم الظرف الإرهابي اللي احنا عايشين فيه لكن أنجزتها والحمد لله بنجاح شديد. تعالوا نسمع أمل ماهر. ندخل
ندخل سريعا على أخبارنا. اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تبحث الطعون التي تم تقديمها. هذه الطعون جزء منها بالطبع من حملة حمدين صباحي، والجزء الآخر أيضا من عدد من المنظمات الحقوقية ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان اللي تقدم بعدد من الطعون. يمكن يكون مجمل هذا العدد ما يقرب من 308. وفقا لمصادر خاصة لنا في اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، سيتم بحث هذه الطعون خلال الساعات القادمة، وربما سيتم الانتهاء منها غدا السبت إن شاء الله. لكن خلينا أقول لحضراتكم كمان أن المشهد سيسير على هذا النحو. من المفترض أنه بعد إعلان النتيجة مباشرة يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية في المحكمة الدستورية العليا، أمام المحكمة الدستورية العليا. المادة 144 من الدستور المصري بتقول أن الرئيس يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، وفي حالة عدم وجود مجلس للنواب وهي دي حالتنا يؤدي الرئيس القسم أو اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، وهيكون حاضر بالطبع المستشار عدلي منصور بصفتين السياسية والقضائية أيضا. خلينا أقول لحضراتكم إن حملة، يعني أنا مش عارفة هنفضل نقول المشير ولا هنقول الرئيس ولا هنقول الرئيس المشير، يعني لسه هنختبر في هذه المسألة بعد إعلان النتائج. لكن حملة السيسي النهاردة أصدرت بيان أكدت فيه أو نفت فيه ما نسب للمشير عبد الفتاح السيسي بأنه أول تصريحات صحفية له لصحيفة الجريدة الكويتية، وقالت أن رغم أن المضمون الخاص بهذه التصريحات مضمون إيجابي للغاية، لكن المشير عبد الفتاح السيسي لم يدلي بأي تصريحات إلى الصحيفة الكويتية، وأنه فقط ما جاء في هذا الحوار هي وجهات نظر وكلمات سابقة للمشير عبد الفتاح السيسي، وده يمثل وفقا لتعبير بيان الحملة خروجا عن المهنية. اسمحوا لنا حضراتكم ينضم إلينا على الهواء مباشرة المستشار علي عوض، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. المستشار القانوني يا فندم. مستشار رئيس الشؤون الدستوريه. اهلا وسهلا يا فندم. كنت بقول على الطريقه اللي هيؤدي بها رئيس الجمهوريه القسم. طبعا الدستور بيقول ان هو مفترض يؤديها امام مجلس النواب، في حاله غياب مجلس النواب يؤديها امام المحكمه الدستوريه العليا. هل هناك خطوات اتخذت في هذه اللحظات لهذا الامر؟ هو طبعا قدام الجمعيه العامه للمحكمه الدستوريه، وطبعا بمجرد اعلان النتيجه هتتخذ الخطوات المناسبه ان شاء الله. يعني عقب اعلان النتيجه مباشره يؤدي الرئيس القسم يعني امام ولا اليوم التالي؟ مسائل اجرائيه هتعلن في حينها طبعا، يعني بتتولاها بقى ما بين المحكمه والمراسم في رئاسه الجمهوريه، بحيث ان هو هتعلن طبعا بمجرد اعلان النتيجه، لان احنا زي ما بنقول دايما ان احنا ما بنقولش اللي بيحصل ده الا مجرد حصر عددي، انما النتيجه النهائيه هي اللي بتعلنها لجنه الانتخابات الرئاسيه ان شاء الله، فبمجرد اعلانها بتتخذ الاجراءات اللازمه باذن الله. طيب من المفترض طبعا حضور المستشار عدلي منصور، والحقيقه الحضور بصفتين، الصفه السياسيه كرئيس للجمهوريه يسلم السلطه لرئيس اخر، وايضا بالصفه القضائيه. هل المستشار عدلي منصور سيعود مره اخرى الى المحكمه الدستوريه العليا؟ دي مساله هو هيحددها ان شاء الله بعد ما تنتهي مهمته. سيادة المستشار قول لنا انفراد، يعني قول لنا يعني حضرتك قريب منه، يعني كيف يفكر؟ معلش، ما هو المسألة طبعا يعني متروكة له، لأن يعني بلا جدال هو في فترة دلوقتي بيعيد حساباته كلها وبيفكر ايه المناسب، وطبعا العودة للمنصب القضائي ده حاجة يعني بلا جدال كلنا نتمناها، بس بنقول دايما القرار في بيرجع له ان شاء الله. طيب يعني زي ما حضرتك تفضلت، الإجراءات الخاصة بأداء الرئيس للقسم أو اليمين الدستورية سترتب عقب إعلان النتيجة مباشرة إن شاء الله. إن شاء الله. مستشار علي عوض، حضرتك هتستمر في رئاسة الجمهورية ولا هترجع مكان تاني؟ خلي كل حادث حديث إن شاء الله. واضح أن هناك تكتم شديد على لا والله لا لا طبعا، بس إحنا يعني أنا الحمد لله، أصل حضرتك يمكن ما تعرفينش، أنا يعني أديت مهمتي في المحكمة الدستورية وقبليها في مجلس الدولة وحلت للتقاعد، وبعد كده المستشار عدلي منصور استعان بيا بعد يعني توليه مهمة إدارة شؤون البلاد كمستشار لشؤون الدستورية، أكون جنبه في هذه الفترة العصيبة اللي مرت بها البلاد. بس حضرتك هتسيبنا قبل ما ننجز قانون الانتخابات البرلمانيه؟ لا
لا ان شاء الله نكمله باذن الله يا فندم. ان شاء الله ان شاء الله تستمر معانا حضرتك سياده المستشار. تحيه كبيره جدا للمستشار عادي منصور ولحضرتك وكل الشخصيات الوطنيه العظيمه اللي قامت بدور مهم جدا خلال الفتره الماضيه، ومنتظرين جهود حضرتك واسهاماتك ان شاء الله في قانون الانتخابات البرلمانيه، لانه قانون بينتظره الكثيرون. شكرا معالي المستشار. زي ما قلت لحضراتكم، يمكن كان منذ قليل كان في صوره للاحتفالات الخاصه بمؤيدي ومصريين كتير جدا الحقيقه فرحانين بهذه النتيجه. التحرير كل يوم في هذا التوقيت بيشهد هذه الاحتفالات، اعلام مصر المرفوعه، حاله البهجه اللي موجوده في الميادين. بالتاكيد هذه الحاله ستتضاعف وبقوه يوم اعلان النتائج ان شاء الله. نتمنى ان يكون المشهد بيشهد هذه الصوره المتحضرة للغاية. طبعا حضراتكم تابعتوا على مدى الأيام أو الساعات القليلة الماضية التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان اللي تتحدث عن النزاهة التي أحاطت عملية الانتخابات الرئاسية في مصر. صحيح أن هناك مجموعة من الملاحظات أبدتها منظمات المجتمع الدولي أو المنظمات الدولية التي كانت تراقب هذه الانتخابات، لكن ما جاء في مضمون كافة التقارير يشير إلى أن هذه الانتخابات في الواقع هي من أنزه الانتخابات اللي شهدتها مصر على مر تاريخها كله. هنضم إلينا هاتفيا المستشار القانوني لحملة الأستاذ حمدين صباحي، الأستاذ طارق نجيد. مساء الخير يا فندم. مساء النور. اهلا وسهلا استاذه رشا. اهلا وسهلا يا فندم. حضرتك تقدمت بطعون للجنه العليا للانتخابات الرئاسيه عن العمليه الانتخابيه او على الانتخابات الرئاسيه، ايه اهم هذه الطعون يا فندم؟ يعني هو بس مبدئيا احنا قلنا وقال الاستاذ حمدين صباحي بوضوح شديد اننا لا نطمئن للنزاهه ولا نطمئن لحمايه الدوله في هذه الانتخابات، وأن العملية الديمقراطية في هذه الانتخابات يعني ليست بالقدر الذي يعني نستطيع أن نقر به إقرارا تاما، لكننا كما قال أنه يقر بالنتيجة النهائية ويقبلها، ويقر أيضا بأنه قد يعني بهزيمته وعدم توفيقه في هذه الانتخابات. يعني أنا بس أريد أن أوضح الأمر لأنه الأمر جد يعني لا يحتاج منا أن نحمل الأمور أكثر من حجمها. طبعا أنتم أحرار فيما تقولون، لكن نحن يجب أن يكون موقفنا واضح في هذا الشأن. طيب اسمح لي يا فندم بس أعلق على كلام حضرتك. ما يقوله أو ما تقوله وسائل الإعلام الآن ليس استنادا لرؤى شخصية، لكن حضرتك أكيد يا فندم اطلعت على التقارير الخاصة بمنظمات المجتمع المدني التي كانت تراقب هذه الانتخابات. هناك تقرير للاتحاد الأوروبي، هناك تقرير لمنظمات التابعة لجامعة الدول العربية، للكوميسا، لعدد من المنظمات المجتمع المدني حتى في العالم كله. هناك معنى يؤكد أن هناك تجاوزات، لكن هذه التجاوزات لم تمس صلب العملية ولا نزاهتها يا فندم. أيوة يعني هو يعني لن تمس النتيجة النهائية، لن تغير من النتيجة النهائية، هذا أمر مختلف. يعني احنا بنتحدث عن النزاهة وعن الحيدة. هذه النزاهة وهذه الحيدة ليست فقط في أيام الاقتراع، لكن هي مرتبطة بالعملية الانتخابية شاملة. يعني الحقيقة أنه الحديث المتعلق بحملتنا يتحدث عن أننا لم نجد الحيدة ولم نجد يعني المعايير التي نعتبرها معايير واجبة في العملية الديمقراطية والعادلة والمناخ العادل الذي نمارس فيه. طب اسمح لنا يا فندم، ولكن المرشح يقبل النتيجة النهائية حفاظا على كل شيء، وننطلق في بناء الحياة الديمقراطية في المستقبل. وده هدف الأمل، وده هدف نبيل للغايه، واحنا اشدنا بيه في بدايه حلقتنا بموقف حمله حمدين صباحي وحمدين صباحي نفسه. لكن انتم ما زلتوا على وجهه نظركم. اسمح لنا ينضم الينا هاتفيا المستشار عبد العزيز سلمان، الامين العام للجنه العليا للانتخابات الرئاسيه. مساء الخير معالي المستشار. مساء
اهلا يا استاذ رشا، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا فندم. سياده المستشار، حمله حمدين صباحي تقول انها قبلت بالنتيجه وان التجاوزات التي كانت تراها رغم انها شايفه انها تقترب من المسايس بالعمليه نفسها لكن لن تغير النتيجه كثيرا. هم لديهم شكوك وملاحظات على العمليه كما سمعت حضرتك منذ بدايتها. ايوه. رد حضرتك على هذه المساله. هم بيقولوا ان في شكوك ولا هم مسلمين بنزاهه العمليه الانتخابيه؟ هم مسلمين بالنتيجه لكن شايفين ان كانت هناك ممارسات اثرت على العمليه السياسيه او العمليه الانتخابيه منذ بدايتها، يعني هم بيقولوا ما كانش عندهم فرص متكافئه، تم الاعتداء على فرص متكافئه في الاعلام، كان عندهم اعتداء على مندوبينهم، عندهم. ولماذا لم يبلغونا وقتها؟ يعني لماذا لم يقدموا لحضرتك ملاحظات وطعون من قبل اعلان النتيجه؟ بص يا استاذ رشا، اتفضل يا فندم. في اللجان الفرعيه ان كان هناك استياء من امر ما بيلجا الى القاضي بتاع اللجنه الفرعيه. ان لم يجبه الى ما يريد يلجا الى اللجنه العامه. اذا اللجنه العامه اصدرت قرار لم يعجبه فيستطيع بعد ذلك ان يلجا الى لجنه الانتخابات الرئاسيه. هذه المراحل الثلاثه لم يلجاوا الينا الا في القليل النادر، عشان ما اقولش ما لجوش خالص، لا هم لجاوا في بعض الامور البسيطه التي تضرروا منها، ومنها مد المهله او اليوم الثالث تحديدا. واورد على اللجنه وأصدرت اللجنة قرارا ثم طعنوا في هذا القرار أيضا أمام اللجنة. لكن هما كمان يا فندم، الأستاذ طارق وكيل الأستاذ حمدين وقدم طعنا على بعض إجراءات العملية الانتخابية في بعض اللجان. تسلمناه منه وعرض على اللجنة وحددت جلسة الغد لنظر هذا الطعن. واحنا بنفحص الطعم وستنظره اللجنه. تمام يا فندم. سياده المستشار، هو يقول وكان في طعون قبل كده تم طرحها او اعتراضات، عشان ابقى بستخدم التعبير الدقيق. تم ايه؟ هناك بعض الاعتراضات من قبل حمله حمدين صباحي على تجاوزات تمت بشان مندوبينه في اللجان. تمام. حضراتكم بحثتوا هذه المساله وتفاعلتم معاها وقتها؟ المندوبين المفروض لما حد يمنعهم حد بيخسرنا او بيخسر اللجنه العامه. تمام. ما اخترنا به تم اتخاذ الاجراء المناسب فيه. فيما عدا ذلك، وكانت قليله يعني، فيما عدا ذلك لم نعلم عنه شيئا ولم يخترنا به احد. وما تم اختار حضراتكم به تم بحثه في وقتها. طبعا. طيب النتائج سيتم النتيجه الرسميه، حضرتك عارف طبعا ان احنا كاعلام شغالين على المؤشرات الاوليه الخاصه بهذه الانتخابات، متى سيتم الاعلان الرسمي لهذه النتائج؟ الاعلان الرسمي ان شاء الله قبل يوم الخامس من يونيو. قبل يوم الخامس من يونيو؟ باذن الله. باذن الله. معالي المستشار عبد العزيز سلمان الامين العام للجنه العليا للانتخابات الرئاسيه، شكرا يا فندم لمشاركه حضرتك معانا. ومش عارفه هل معايا الاستاذ طارق؟ استاذ طارق، حضرتك سمعت كلام المستشار عبد العزيز سلمان، هو كان معنا وحضرتك معنا ايضا على الهواء. طبعا يعني طبعا سمعت كلام سياده الدكتور عبد العزيز سلمان والموقر والمقدر ايضا عندي كثيرا، لكن الامر هو اوضح وانا اضيف ايضاحا انه حتى الان لا توجد نتيجه نهائيه، والنتيجه التي نطعن عليها هي الحصر العددي الصادر من اللجان العامة أو القرارات الصادرة من اللجان العامة. هذه الأمور تتضمن كل المخالفات والانتهاكات التي واجهتها حرب حمدين صباحي في عملية الاقتراع، وهذه الانتهاكات واضحة في طعننا وضوح الشمس. بس معالي المستشار عبد العزيز سلمان بيقول بكره ان شاء الله
وقال ذلك. لكن هو معالي المستشار عبد العزيز سلمان بيقول لما كان عندكم ملاحظات لانتهاكات زي ما حضرتك تفضلت منذ بداية العملية الانتخابية، لماذا لم تتقدموا بها سريعا للجنة الانتخابات الرئاسية؟ وان كنتم ما قدمتوه من ملاحظات عن تجاوزات معينة تفاعلت معها اللجنة في لحظاتها. طيب احنا دلوقتي انا قلت لحضرتك ان احنا يعني امتنعنا عن تقديم ملاحظاتنا الى اللجنه. احنا نتحدث عن عمليه كامله، جزء منها هي اللجنه. العمليه الانتخابيه ليست اللجنه، العمليه الانتخابيه تبدا من بدايه يعني تحديد القانون وتحديد الميعاد ومنع الاعلام من انه يغتال بعض الوسائل طبعا ان هي تتخذ هذه الاجراءات التي عملتها او صنعتها امام ضد مرشح حمدين صباحي، يعني اجراءات كثيره جدا. اللجنه الانتخابيه لجنه الانتخابات بتمارس دور، يعني هو طبعا دور مؤثر ودور نهائي، لكن العمليه الانتخابيه يعني حزمه اجراءات متكامله. نحن نتحدث عن العمليه الديمقراطيه، نتحدث عن النزاهه في عن الحيدة فيها. لماذا لم تذكري مثلا أننا تقدمنا في بداية الإعلان عن أننا سنخوض عملية انتخابات رئاسية؟ تقدمنا بمذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء، هي علاقة مجلس الوزراء بلجنة الانتخابات. يعني هذه أمور يعني نتحدث بوضوح شديد حتى نستطيع أن نبين أي عوار موجود، حتى نستطيع أن نقول بصدق كيف نبني ديمقراطية حقيقية لوطننا، كيف نستطيع أن نتحدث عن حرية الوطن، كيف نستطيع أن نتحدث عن المساواة بين المواطنين. دي مبادئ عمل لابد أن تحكم العملية التنافسية، لكن هو السؤال تأكيد الحكومة كان دوما على حيادية موقفها بالنسبة لهذه الانتخابات. الكلام يعني اللي بيتقال في يعني يا أستاذة رشا هي تؤكد ونحن نطعن، هي تنفي وده حقكم، ده حقكم يا استاذ. يعني انا عايز بس اقول يعني انا دلوقتي لا اعلق تعليقا شاملا لان الامر يحتاج الى وقت طويل. تمام. واجيب لحضرتك مستندات واجيب لحضرتك مرجعيات وتبحثي هذا الامر وتراجعي من اتحدث عنه في الحكومه او في غير الحكومه، لكن انا في مداخله الحكومية بهذا الشكل اتحدث عن الطعن الذي تقدمت به اليوم. اذا ما رفض هذا الطعن استاذ طارق. نعم. اذا ما رفض هذا الطعن يا فندم، يعني من المعلوم للجميع ان قانون الانتخابات الرئاسيه جعل قرارات اللجنه العليا قرارات محصنه لا يجوز الطعن عليها. هذا امر قانوني، اما الامر السياسي فقد صدر بالامس من المرشح حمدين صباحي وقال اني اقبل النتيجه النهائيه. تمام، وهذا موقف حياه الجميع عليه، وهذا موقف وطني، لكن المهم أن يكون هناك ارتياح وقناعة بأن رغم هذه التجاوزات أن هذا لم يؤثر على صلب العملية. لن نقتنع إلا بوطن ديمقراطي، وطن يسود الحرية، وطن تسود فيه العدالة الاجتماعية. لن نقتنع ولن يقنعنا أحد على الإطلاق بأن الشعب المصري الآن في حاجة إلى التنمية وإلى الاستقرار وإلى الأمن، في حاجة إلى أن يصنع مستقبله فعليا. نحن نطلب إلى المستقبل. قال حمدين صباحي بالأمس أنه يتقدم إلى الدولة المصرية، إلى الرئيس المصري ببرنامجه، وهذا البرنامج نتمنى أن يتم تبنيه لأن فيه صالح. ودي روح جيدة جدا أستاذ طارق، وهي روح تعبر أيضا عن أمنيات المصريين، وهي الاستقرار في هذا الوطن وتحقيق العدالة الاجتماعية. وزي ما قلت في بداية حلقتي النهاردة، التعلم جيدا من دروس الماضي، من درس الانتخابات الرئاسية الماضية. بشكر شكرا جزيلا الأستاذ طارق نجيد المستشار القانوني لحملة حمدين صباحي. هروح مع حضراتكم للمشاركة. كان في أساس في هذه المسألة أو في هذه العملية هي فكرة المشاركة، هو التأكيد على نسبة المشاركة. النسبة الفعلية أو النسبة الحقيقية أو النسبة الرسمية بالطبع ستعلنها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لكن كانت هناك مشاركة من المصريين في هذه الانتخابات، وكانت هناك دائما علامة على هذه المشاركة وهي الحبر الفسفوري.
انتخبت عشان خاطر مستقبل مصر والبلد تتحسن وتبقى احسن. والله احنا انتخبنا عشان استقرار البلد. لازم انزل انتخب، البلد عاوزانا. انزلت انتخبت امبارح. يا الله انتخبت يا حبيبي، انتخبت السيسي، انتخبت السيسي، اهو اصبع اهو، انتخبت السيسي. انتخبنا عشان حال البلد يمشي. انتخبت ليه؟ نصيبي. انا مش مقتنع بالانتخابات اصلا، مفيش منافسه. عشان دي مصر طبعا، حقها علينا، لازم ننزل ونديها صوتنا. انتخبت عشان مصر، عشان مصر تبقى حلوه ما تبقاش وحشه. حاجه خايفه عشان غرامه، ولسه بفكر، انا بفكر لسه. هذا جزء من من شاركوا، لكن بالتأكيد هناك من قطعوا. قد إيه؟ ليه؟ ده موضوع مازال مطروح للنقاش، وربما يكون موضوع مطروح، لكن نتمنى أن سريعا يتم البحث عن أسبابه عشان نبدأ زي ما قلنا مرحلة المستقبل أو مرحلة البناء. خلينا أقول حضراتكم أن كان في عدد كبير من منظمات المجتمع المدني بتراقب وتتابع هذه الانتخابات، وصدر عنها مجموعة من التقارير، سواء الاتحاد الأوروبي أو البعثة الخاصة بجامعة الدول العربية. عندنا لقاء حصري مع السفيرة هيفاء أبو غزال، رئيسة بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات الرئاسية في مصر، أجرته مع زميلة أسماء فرغلي قبل مغادرة السفيرة هيفاء أبو غزالة للقاهرة بعد انتهاء مهامها. تجربة الانتخابات الرئاسية الثانية بعد ثورة يناير، والتي أثارت جدلا كبيرا خاصة فيما يتعلق بنسب المشاركة، ونحن جميعا في انتظار إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن نتائج الرسمية، نستضيف اليوم سيادة السفيرة هيفاء أبو غزالة، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات. مساء الخير سيادة السفيرة. أهلين حبيبتي. أهلين. مبدئياً عايزين نعرف من حضرتك تقييمك لأداء سير العمليات الانتخابية وملاحظاتك على أهم الملاحظات، سواء على السلبيات أو الإيجابيات. شكرا يا سيدتي. أنا في البداية بحب أهني مصر وشعب مصر و بالانتخابات، وب طبعا الفوز للرئيس الجديد، نتمنى له جميعا التوفيق والنجاح ان شاء الله في مهمته، مش سهله يعني. الواقع احنا بعثة جامعة الدول العربية بعد 3 ايام، وطبعا بعد الرصد قبل ذلك، والان اصدرنا بيان اللي هو التقرير المبدئي للبعثة، اللي بيحتوي على اهم الملاحظات واللي تم رصدها من خلال بعثتنا، ليس فقط في مصر انما بعثتنا في العديد من الدول بالعالم اللي تابعنا لاول مره. يمكن احنا كنا يعني احد المنظمات القليله اللي تابعت الانتخابات المصريه في الخارج، وهي كمان كانت مهمه. وايضا من خلال متابعتنا لعمليه الانتخاب في الداخل، واصلا وايضا الفرز. إضافة لذلك كان إحنا عندنا غرفة عمليات على مدار الساعة عملت خلال 3 أيام لمتابعة الموظفي الجامعة اللي خرجوا، اللي هم حوالي 100 بالمحافظات المختلفة، حتى يزودونا بملاحظاتهم على الأيام العديدة. هلا إحنا من خلال الملاحظات وجدنا إنه هناك في ملاحظات إيجابية، وشخصيا أنا شاركت مع زملائي بمتابعة العديد من اللجان. طبعا أول ملاحظة إيجابية كانت تأمين المراكز، يعني من قوات الجيش والشرطة، وهذه كانت يعني قضية هامة، أشعرت المواطن الرايح لينتخب وأشعرت المراقبين أيضا بالأمان. والقضية الثانية كان في تنظيم للانتخابات، سواء كان في خارجها أو بداخلها، وكان في منظمين للطوابير المختلفة متطوعين، وهي كمان سهلت بالعملية. إضافة لذلك كان في طوابير خاصة للنساء والرجال وكبار السن أو المعاقين، أيضا هاي كمان سهلت. وجدنا في بعض المقرات كان في جهاز آلي لكشف عن البطاقة إذا كان انتخب الشخص أو لا، لكن المقرات الثانية كانت موجودة. إن شاء الله بالمستقبل تكون هذه يعني الأجهزة موجودة في أماكن أخرى، لأنه هي كانت موجودة بالمقرات بالخارج أيضا. وأيضا طبعا في ملاحظات أخرى إيجابية، منها مشاركة المتميزة للمرأة المصرية اللي شاركت بامتياز في هاي العملية الانتخابية. دائما أنا بقول تحية للمرأة المصرية في ريادتها لكثير من الملفات الصعبة في مصر، والملف السياسي والديمقراطي هذا من أهم الملفات اللي
تابعته المرأة، وأكيد هي أمامها العديد من الملفات اللي ستضعها على طاولة الرئيس الجديد لكي تطالب بالكثير من حقوقها في المستقبل. تحدثنا عن الإيجابيات، طب بالنسبة للسلبيات؟ هلا السلبيات كانت أكثر من الإيجابيات اللي رصدناها إحنا. هذا لا يعني، أنا بحب أحكي بالبداية، لا يعني إنه هذه السلبيات أثرت على العملية الانتخابية، لأنه زي ما بنحكي دائما إنه أي عملية انتخابية لا تخلو من السلبيات، لكن ما بتكون عملية انتخابية إذا. هلا أبرز السلبيات وجدنا في بعض المرح أحيان كانت سلبية وإيجابية، يعني لاحظنا في أحد المقرات كان المقر أول يوم كان في احتشاد كبير جدا لدرجة كان في بطء بعملية الانتخاب في داخل المركز. كانت هي إيجابية إنه في حشود كتيرة، لكن كانت سلبية إنه في بطء العملية في الداخل من قبل اللجنة المعنية. هلا لاحظنا في بعض المقرات ما كان في أسماء الناخبين موجودة معلقة في الخارج. لاحظنا بالرغم من مرات تكون في الحبر السري موجود، لكن لم يتم استخدامه واستخدم حبر عادي، وهذا كان مخالف طبعا. محدثين عن بعثة جامعة الدول العربية تقريبا كانت عددها قد ايه، وكيف تمت متابعة العملية الانتخابية، كان كيف تم المرة على اللجان، عدد اللجان تقريبا اللي مر عليها؟ غرفة العمليات كان فيها ايضا حوالي 20 شخص كانوا يشتغلوا على مدار الساعة بشفتات، وغرفة العمليات مهمة جدا عندنا لأنها كانت من غرف العمليات المتميزة اللي ما بعتقد أي بعثة من بعثات استطاعت أن توفر هذا الأجهزة اللي التكنولوجية الحديثة المتطورة اللي هي تابعنا فيها وسائل الإعلام وتابعنا فيها المتابعين على مدار الساعة. فإحنا كان يأتينا يوميا 3 تقارير تقييم من البعثات من الفرق البعثة بكل أنحاء الجمهورية، وكان يتحضر لنا تقرير إعلامي مرتين يوميا حتى يرصدوا ما تحدثت به وسائل الإعلام المختلفة. طبعا إحنا نتصل أيضا بالفرق إذا ظهر عندنا أي حادث أو أي شيء لا سمح الله أمني، نتصل فيهم نوجههم لعدم الذهاب أو مثلا تفادي ذهاب لمنطقة معينة إذا تم إبلاغنا حتى من الجهات الأمنية. تمام. تحدثت أنا في المقدمة عن جدل سائر في وسائل الإعلام عن نسب المشاركة خاصة في اليوم الثاني والثالث، كيف رأت البعثة ذلك؟ يعني بما أنه الشعب المصري شارك وساهم بكافة أطيافه وفئاته، المهم النتيجة في الآخر. النسبة المئوية هذه ليست مؤشر على أنه قديش العدد اللي شارك، مش العدد المهم، المهم هو المشاركة بحد ذاتها والنتيجة اللي الحمد لله يعني استطاعت مصر أنها تمشي بهذا الاستحقاق الدستوري الهام، وخاصة هذا الاستحقاق الثاني، ضل لكم استحقاق آخر والثالث اللي هو انتخابات نيابية. حضرتك ذكرتي عدد من المخالفات ودعاية انتخابية، هل ذلك يؤثر على نزاهة العملية الانتخابية؟ طبعا لا يؤثر باستمرار بالمرة على نزاهة العملية الانتخابية. هاي ملاحظات سلبية وإيجابية، وهاي الملاحظات لا سمح الله هي جلست انتهاكات هي اللي بتأثر على مصداقية العملية الانتخابية، لكن هذه الملاحظات هي ملاحظات ممكن أن تتم. يعني إحنا ثمنا وقدرنا مثلا أدوار مختلفة قامت فيها اللجنة العليا للانتخابات، قامت فيها الجهات الأمنية، قامت فيها وإحنا طبعا كنا منسق باستمرار مع وزارة الخارجية والداخلية وغير. لا سمح الله مثلا انتهاكات ممكن أن يكون مثلا أحد سرق صندوق من الصناديق أو دفاتر المقترعين مثلا، ممكن يكون هذا أحد انتهاكات، يعني ساعتها اللجنة العليا للانتخابات تتصرف يكون إلى إجراء، إما تلغي الدفاتر اللجنة هاي أو يكون في إلها إجراء سريع. بس هذا الحكي يعني هذا الأمر لم يحصل، يعني اللي حصل هو يعني عبارة عن ملاحظات سلبية رصدناها ووجدنا أنه من المناسب أن اللجنة العليا الانتخابات تطلع عليها حتى تأخذها بعين الاعتبار في خلال الانتخابات البرلمانية. تمام. خلينا نتكلم عن المجتمع الدولي، وكيف تعامل المجتمع الدولي مع هذه الملاحظات سواء السلبية أو الإيجابية؟ هل في رأي حضرتك هل سيتم دعم المجتمع الدولي مع ذلك بصورة إيجابية، ويتم دعم مصر في وتجربة مصر الديمقراطية؟ شوفي، وجود يعني ترحيب مصر بالعدد هذا الكم الكبير من المنظمات الإقليمية والدولية اللي إجت
تشارك وتراقب العملية الانتخابية، هذا مؤشر صحي وهام. هذا مؤشر أنه إحنا عم نقوم بهاي العملية بنزاهة وشفافية، وتعالوا اطلعوا عليها، يعني لم تمنع أي إنسان أنه يجي ويشارك بهذه العملية، فبالتالي هذا مؤشر واضح. هلأ التقارير طبعا هي نشرت هذه التقارير، ونحن طبعا سنعيد تقرير نهائي نرفعه للجنة العليا للانتخابات. أنا اطلعت على تقارير البعثات الأخرى اللي جاءت لغاية الآن، هي تقارير يعني متزنة فيها اتزان. طبعا بعض التقارير تحدثت عن البيئة كاملة الانتخابية، تحدثت عن البيئة القانونية، وتحدثت عن البيئة السياسية والبيئة الإعلامية وكل البيئات، هي لها طريقة وأسلوب وآلية بإعداد تقاريرها. إحنا تقريرنا نعده بطريقة مختلفة تماماً.